طيب مشاهدينا، مسلسلات رمضان والحلقة ال11 وملخص ما حدث في الحلقة ال11 امبارح في كل مسلسلات رمضان. خلينا نشوف ايه الأحداث اللي حصلت وايه التفاصيل اللي حصلت في الحلقة ال11. لقينا سيادتك كمية متفجرات كبيرة جدا في الشقة، الحمد لله ان احنا لحقناها في الوقت المناسب. أحداث مشوقة شهدتها الحلقات ال11 من مسلسلات دراما رمضان. كالعادة تعالوا نعرف إيه اللي حصل في الحلقة ال11 من مسلسل الاختيار 3. بيواصل المسلسل توثيق حالة الصراع اللي عاشتها مصر على مدار سنة من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر اللي أثار حالة من الغضب الشعبي. وشهدت الحلقة خطة الجماعة في السيطرة على الأراضي الزراعية بطرق غير شرعية وبطاقات مزورة، وده اللي رفضه الجيش المصري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي اللي أمر بتأمين الأراضي والحدود المصرية. رصدت الحلقة كمان محاولات الإرهابيين لاستيطان الأراضي في سيناء، ومن هنا جه رد الفريق أول عبد الفتاح السيسي برفض العملية، وقال إزاي نفرط في الأراضي اللي ضحت عشانها جنودنا، وقال نصاً: بقى الأراضي اللي استردناها بالصبر ودم الشهداء عايزين ياخدوها بالطريقة ديت؟ لا والله ما يحصل أبداً طول ما احنا عايشين، محدش هيقدر يشتري حدود مصر. في مشهد تاني جوه سينا ظهر مصطفى خليفة والضابط هشام وهم بيراقبوا الخلية التكفيرية اللي بتجهز لعملية جديدة. أما مروان العدوي فبيتابع وبيراقب الكونتينر اللي جواه شحنة السلاح. زكريا يونس بيقابل واحد من المسؤولين الكبار في جهاز الأمن الوطني وبيسأله عن ملف الأسماء اللي بعتتها الرئاسة علشان ياخدوا الجنسية المصرية، لكن زكريا اللي مكلف بالملف بيأكد إن كل الموجودين دول لا ينطبق عليهم شروط الحصول على الجنسية المصرية لأن بعضهم منتمي لجماعات إرهابية متطرفة. وده أبسط من إنه يلعب معنا إحنا لعبة زي دي. وبيواصل مسلسل العائدون رصد جهود رجال المخابرات العامة لمواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر واللي بتتولى تنفيذه عناصر تنظيم داعش الإرهابي. وشهدت الحلقة تآمر سياف قائد الجناح العسكري لداعش مع ممول الجماعة المسلحة على اغتيال والي التنظيم الإرهابي علشان يتخلصوا منه بحجة وقوفه في طريق مستقبل داعش. جه في الحلقة كمان الحروب الداخلية وسط صفوف داعش وصراعهم على السلطة اللي بيدفعهم لقتل بعضهم البعض علشان الفلوس والمناصب، وكمان خططهم للانتقال من سوريا لمصر علشان تكون مقر جديد ليهم يسمح لهم بالسيطرة على المنطقة بالكامل. وعرضت الحلقة توظيف سياف لنزار علشان يقتل الوالي، وقدر فعلاً يغتاله بتفجير عربيته وهو ماشي وسط رجالته اللي كانوا محاوطين العربية بتاعته من كل الاتجاهات. نبراسا لي في الطريق. مش بعيد طبعا يكون هو اللي قتله عشان ياخد مكانه. طبعا اكيد، وده التفسير الاقرب. تعالى احسن مدريد، تعالى هتتعرض على النيابه دلوقتي. بدأت الحلقة 11 من مسلسل مكتوب عليا بخروج جلجل من السجن وبراءته من تهمة قتل فيدرا أخت بدوي، وهنا اتفاجئت بكتابة كلمة لف على إيده، ولما خرج لقى بدوي مستنيه وبيرحب بيه وواخده لبيته. في نفس الوقت بيحاول جلجل يكشف لغز الكلمة المكتوبة على إيده لحد ما اتضح له اللغز في مكتب بدوي، وبيتأكد إن فيدرا عندها 70% من ثروة بدوي. اوعى تكون زعلت مننا عشان شكنا فيه، لكن شوف ربك سبحانه وتعالى أظهر الحق. أما الحلقة ال11 من مسلسل فاتن أمل حربي فشهدت حالة من الحزن اتعرضت لها فاتن بعد رفض الدعوة اللي قدمتها ضد قانون الأحوال الشخصية. من ناحية تانية سيطرت حالة من السعادة على طليقها سيف، وتاني يوم راحت فاتن مع بناتها تدريب السباحة الخاص بيهم، وحضر سيف وشمت فيها وقال لها إنه هيسامحها ومستنيها ترجع البيت علشان تربي عيالها، لكن الأهم تكون فهمت وعرفت أهمية جوزها. أنا عشان راجل ابن أصول ومتربي هسامح وأنسى المرمطة والفضايح اللي أنت عملتيهم، وموافق ترجعي بيتك تربي عيالك ونبدأ من جديد. مساء الخير. على فكرة أنا عاملة لك فولو على الانستا.
ربنا يخليكي. وبخصوص الحلقة 11 من مسلسل في بيتنا رابط 2، فجي فيها مشهد لسارة خبطت فيه جوزها يوسف بالعربية وحاولت زومبا تنقذه، لكنه وقع مغمى عليه. هنا جه لذيذ ومع زومبا ودخلوا أوضته، وحاولت سارة تفوقه لكن لذيذ وزومبا مصرين إنه مات. سارة كب كيكس. الله، دي فلوكة دي يا ابوي. فلوكة 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 يا خسارة الفلوس اللي بدفعها في المدارس. فلوكة هتمشي وسط الجامعة. شهدت الحلقة 11 من مسلسل الكبير قوي رجوع الكبير وأولاده لبيت العمودية بعد الكشف عن عصابة الرجل المقنع ولعبة الصبيط وهروب الكبيرة. الأحداث تصاعدت وفجأة رجع حزلقوم من السفر واتفاجئ بوجوده الكبير في الدوار، وهنا بيبدأ حزلقوم يتعرف على أولاد الكبير عترة وجوني، لكن حزلقوم استغرب من فرق السن بين جوني والعترة. بعد كده حزلقوم فاجئ الكبير بابنه اللي ظهر للمرة الأولى في العمل، وقرر يعرفه بأعمامه جوني والكبير اللي هم أصلاً استغربوا من وجود الطفل، خصوصاً إن حزلقوم ما قالهمش قبل كده إن عنده أطفال. كيف النعجة دول اللي عملت حزنبول لي؟ استغفر الله العظيم يا عم، ده من صلبي ولا من غلبي باين؟ ابني يا هوج عم ربربة ولدك، وعملت كيف دي؟ والدبوح اه خير، مش قدام العيال.